بصوا معايا كده شباب، السلام عليكم. الاول ايه يا حبيبي؟ ايه يا بابا؟ بدل ما اجي ايه يا بابا؟ في جزء المرة اللي فاتت في الملكية عايزين نظبطه. ماشي، بص معايا يا حبيبي، احنا قلنا أول حاجة في الملكية المرة اللي فاتت، بص سيب اللي في إيدك. عايز أقول حاجة أحمد، قلنا أحمد مثلا أحمد سكار، صح؟ لو قلت لك هي هاز هاز كار اللي هي ات ايكوالز يعني از هيز ايه؟ ات از هيز كار، ات از هيز ايه؟ كار يعني هذه سيارته. قلنا الاسم الجمع اللي اخره اس، يعني عايز اقول بويز كده جمع، عايز اجيب ملكيه ليهم، قلنا بنحط ابوستروفي بس كده، بويز كار سيارة أولاد، سيارة بنات، يبقى برضو نفس الفكرة. إنما لو هي حبيبي تشيلدرن، تشيلدرن أيوه اسم جمع بس مش آخره اس، ففي الملكية بتيجي جاية حاطط إيه؟ أبوستروفي اس زي ما هي، تمام؟ طيب الحاجة التانية، أنت بابا كنت بتقول ماي كار، صح كده؟ ماي كار سيارتي. طيب ماي كار انا ممكن اشيلها واحط مكانها كلمه واحده اسمها ايه؟ ماين. كلمه واحده اسمها ايه؟ ماين، يعني ممكن اقولها كده بطريقتين، this is my car أو this car is mine. This car is mine. يبقى فيها طريقتين، يا إما أقول this is my car أو this car is a mine سيارتي. حبيبي هو أنت ماسك الكتاب بتهبل فيه إيه؟ ما تبص هنا. اتعدل كده. اتعدل هو. اتعدل. صح. This is my car أو equals يعني this car is a mine. طيب كل الضمائر الصفات اللي احنا خدناها بالمنظر ده يعني انا اقول لك كده my ومعاها اسم، انا لازم اقول my car بتساوي mine، تساوي ايه؟ mine دي قلناها. طيب حاجته، بنقول his his، بنحط معاها ايه؟ حاجه، اقول لك هيز كار. طب ما جبتش كار، انا ممكن اقول عليه على طول ايه؟ هيز. حلوه دي، مش هتلخبطنا دي. يعني اقول لك ايه؟ This is mine. This is mine. And this is his. يعني دي حاجتي ودي ايه؟ حاجته. This is mine، بدل ما اقول my book انا ممكن اقول this is mine على طول. وand this is، بدل ما اقول this is his book انا ممكن اقول this is ايه على طول؟ this is his. للاختصار احنا عارفين ان احنا بنتكلم عن حاجه، عن كتاب، فاقول لك this is mine and this is ايه؟ his. ودي حاجته، كتابه. طيب حاجتها احنا كنا بنقول her، صح؟ طيب her book مثلا ممكن استبدلها بكلمه واحده اللي هي ايه؟ hers. هي اللخبطه في مين بس؟ في my وmine. ماين ما يجيش بعدها اسم، مين اللي يجي بعده اسم؟ ماي. طب هيز مش هتلخبطك خلاص. طيب هير، اقول هير بوك. طيب مفيش بوك، يبقى بدل هير احط مين؟ هيرز. طيب نفس الكلام على اتس، اتس لما كنا بنقوله اتس تيل مثلا، اتس كيتن، اتس بيبي. طب لما تشيل النقط، لما تشيل الاسم بتفضل اتس زي ما هي. الصوت مش واطي يا لوجين، والله الصوت حلو، الصوت واضح يا يارا. جزاك يا مستر، لما بتبعد عن البورد الصوت بيروح.
ماشي يا لوجاي. طب كده الصوت كويس؟ يا مس. طيب كويس كده يا لوجاي؟ لا يا مستر، هو الصوت بعيد شوية. ما انت صوتك عليك كده يا لوجاي. كده احسن يا لوجاي؟ بعيد برضو. هو انا يا مستر سامعايا، بس هو بعيد يعني طب ما نعليش بعيد. السبيكر شويه. ما لي يا مستر، والله على ايش. خلاص يا مستر، هو يعني هو تمام. ما معطلانا ليه اللي جاي؟ هو يا مستر، هو الصوت بعيد شوية يعني، واطي شوية. حاضر يا رجال، تغمر يا رجال. المشكلة أنا لو ركبت مايك يا كده بي. تمام يا مستر، يعني دلوقتي يا تمام. مستر. طب كده يا رجال حلو؟ لا باين. طب شفتي بقى، يبقى بلاش ده. أنا هجيب مايك جديد حلو كده. بأسف أروح كده. طيب تعالى بقى إيه؟ كتابك يور بوك، ماشي؟ يور ايه؟ بوك مثلا، اللي هو اقول ايه؟ يورز، اقول ايه؟ يورز وخلاص. هقول لك this book is mine، الكتاب ده بتاعي انا. And this is book is ايه؟ يورز، يورز، بدل ما اقول يور بوك تاني. ماشي؟ طيب، حاجة خلي بالك، وانت لما تشوف كلمة يور مش لازم الفعل يبقى ار، ها؟ خلي بالك، هو انا لما بقول لك يور نيم بنقوله بعدها از ولا ار؟ از. طب لو يور نيمز از ولا ار؟ يبقى يور مش لازم الفعل بعدها يبقى فعل جمع، ده ممكن يبقى مفرد او ايه؟ جمع على حسب. اما اقول ايه؟ مدرستنا اور سكول، هي اور للجمع، بس هي الشيء ده بقى مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى اقول اور سكول ايه؟ از يا حاتم، اور سكول از. طب يور سكول از. طب مدرستهم زير سكول از ولا ار؟ زير سكول، مدرستهم يا ابني مدرسه واحده لا زالت برضه از. انما بقى كتبنا our books is ولا are؟ are. your books is ولا are؟ are. their books كتبهم is ولا are؟ are. ماشي كده؟ فتخلي بالك. طيب our، ده بنقول our book مثلا، يبقى equals ايه؟ ours. اقول this school is ours بتاعتنا احنا. طيب زير بوك مثلا اشطبها واكتب ايه؟ زيرز، زيرز، تمام. طيب يجي لي في اكزامبل ازاي؟ مثلا يقول لك كده this book is mine and this is not you، يعني صرفها من you، صرفها من you. And this book is ايه؟ yours، صح yours. صعبة ديت؟ ماشي، ثانية واحدة يا شباب. طيب ما يقول لك verb remember، remember يعني ايه؟ remember يتذكر، انت وانت قاعد كده مع نفسك انت افتكرت، يبقى I remember. ماشي؟
انما والنبي يا ماما فكريني بميعاد الدرس. فهتقول لها مام ريممبر مي، ماما افتكريني، هو انت الله يرحمك. لا ريمايند، هتقول ايه بقى؟ ريمايند يبقى مش مايند يعني عقل، ريمايند يعني تاني، يبقى فكريني، يبقى انا عرفت حاجه انت بس ايه فكريني بيه. ريممبر بمعنى يفتكر لوحده، ايه ده ميعاد الدرس، يبقى اي ريممبر لوحده. طيب كلمه اونلاين، اونلاين يعني عبر الايه؟ الانترنت. ممكن استخدمها هي اوفلاين يعني. تمام؟ انا ممكن اقول كده هشتري الحاجه من على النت، اقولها ازاي؟ اي ويل باي ات ها اونلاين. طيب كلمه شوبينج، شوبينج يعني ايه؟ تسوق. انا عايز اقول التسوق الالكتروني، يبقى اسمها ايه؟ اونلاين شوبينج، هو تسوق بس انا حطيت له صفه، فبقى اونلاين ايه؟ شوبينج، مش شوبينج اونلاين. خلاص كده؟ ماشي. بص معايا كده بقى في الاكسرسايز بلان ده. احنا قلنا بيج كام؟ بيج كام يا جميل؟ 60؟ 76. انا مبسوط بميدل وان، والله مبسوط بميدل وان. بداوا يتحسنوا، بدات الدرجات، ما اشوفش درجات وحشه، وحشه قوي بقى يعني، اقول كام واحده كده ممكن تبقى وحشه. الموضوع بايه؟ بيتحسن. ركز معايا. طب يا ابني انا عايز ايه ده بس؟ وعلق ولا ايه؟ توفى او انتوا سافرتوا يا توفى؟ اه يا مستر، ماشي. Write soon and tell me about. نبتدي كده ملك جانا نمبر 5 يا جانا. I look like my grandma. My ايوه يا يار. لا يا مستر، انا كنت عايزه اجاوب بس. طب حاضر، هني بس الصفحه قفلت. انت صباعك بقى عامل ايه؟ قلت بيج كام؟ شاطر يا يوسف. 76 يا مستر. بيضايقك؟ أنا فخور بيك يا يوسف. لا طب على الله تتحرك يا ستيفن من مكانك. معلش يا جماعة الكتاب فصل، معلش الظاهر مش عاجبه. نعم هي دي الصفحة دي.
بعدها ماشي. And tell me about إيه؟ قلنا your family. هانا is my cousin. write soon and tell me about the your. Hannah is my cousin. A mom is my aunt Magda. You. هو في ايه يا جماعة؟ كام يا ابني بيج كام؟ 17 I look like قلنا my grandma. This is my sister Noor. Hey, eyes are brown. Hair eyes. يبقى هير ماشي. بعد كده This is my brother's room. A is clean and tidy. ها انت قلت اتنين كده، قولي التاني. ها it A is. يلا يا جوجو تاني. I love a school. My school. يلا يا هانا. I visited my cousins. Their house is big. Their capital طبعا. ها داليا grandma is good at cooking. داليا's عادل daddy is very tall. Adults ماشي بس ادلز هو المهم. ادلز ماشي ادلز. قول ماي براذرز فريند ماشي. ملك سل اي يلا يا ها هلا. اند سلواز ماذر. ها علي از فيري تول بات his brother ماشي. يلا يا فريدة بيقول لك my uncle has two sons. Their names ماشي. دي دير يا جماعة. ها two where is Sarah's اللي هي التانية. سارز مروان لايكس تو بلاي تشيس. الاء صح الاء. ها مروان لايكس تو بلاي تشيس ويز هيز جرانبا. زي يوز اي وول تو ميك هيفي كلوز. اني شيبس ده اول واحده شاطره. ليه مش الثانيه؟ ليه الأولى مش الثانية؟ لا ليه يا ستيفن؟ شيب أصلا هي جمعها شيب أصلا علشان كده نحط إيه أبوستروفي إس عادي. هي مش جمعها شيبس، هو خروف واحد يعني أشيب. طب الجمع منه شيب ما فيهوش اس، فعلشان كده حطينا ابوستروفي زي تشيلدرن كده. كملي ميراد صح؟ لا روان. ماشي كلها مفتحه على بعض كده. ها اي ام باهر ايه
I am bear my favorite. ماشي. ايه كلوز هيلب ذيم كاتش فيش؟ بيرز. تاني واحدة غلط. أول، ما أنا بقول لك غلط أهي. أول واحدة ليه؟ عارفة ليه؟ لأن هاف هيلب قصدي. عارفة الدببة، وهنا قصده الدببة. تمام، مخالب الدببة بتساعدهم. لا برضه هتبقى برضه بيرس. اقول لك انا ليه؟ انت حبيبي بابا يفهم يا بابا، هتجي لك والله العظيم وتبقى قاعد زي القرد كده ما انت فاهم حاجه. بيرز، بيرز الدببه، مخالب الدببه. اصل بير ده دب، فلازم احط قبله ايه؟ يبقى ابيرز ايه؟ كلوز، المخالب بتاعت الدب، انما انا بتكلم على الدببه يبقى بيرز. بعد كده نادية، يلا يا انت قلتي يا، يلا يا لوجين. نادية and Sally are talking about a wedding celebration. انا مش قاعد اهرب معاك، ولا انت جاي هنا تهرب. You نادية were in a wedding party. يبقى I was at a wedding party. A wedding party whose wedding was it؟ يلا يا، يلا يا يارا. It was my cousin. It was، لا يا حبيبتي مش my cousin، هو ابن عمك كان الحفلة؟ ولا هي حفلة ابن عمك؟ يبقى it was my cousin's wedding. Congratulations. يلا يا تحفة محمود. Congratulations to your cousin. سأله سؤال. What did the groom wear? What did groom double O صلحها. What did the groom wear؟ بعد كده يلا يا حلا تنفع. What was the groom wearing؟ ماشي. How was the wedding؟ ماشي. بعد كده How was the wedding service؟ هلا. مع حضرتك يا مستر. ها. It was great. It was great. يا ابني يا حبيبي. It was great. ماشي. It was great. قال له after the signing of the contract، بعد امضة العقد اسمه ايه الجواز، يعني عقد الجواز. It was time for food and some fun. مين ما قالش اونلاين؟ على قالت لجاك محمد ايمن. محمد ايمن يلا يا سيف. ماشي. what did you do after the signing of the contract؟ ماشي. بعد كده ما قالت لي الانسرز على طول. what is the type of the text؟ طبعا اتس ايه؟ ان ايميل. وات ايفنت واز ذير ان ملك's فوتو؟ ايه الايفنت في صوره ملك؟ هير بيرث داي او ملك's بيرث. ايميل. بعد كده ذا اندرلاين وورد
زير ملكس جراند بيرنس هاوس. ثالث واحدة ملكس جراند بيرنس هاوس. بعد كده give a suitable title مالكس ايه؟ لا مالكس family. ومتكلم عن الأسرة كلها. لا يا حبيبي متكلم في الأسرة كلها. اسم الموضوع اللي هو ايه؟ some family photos. ماشي حلو ده برضه some family photos صح. what does the underline pronoun them grandparents and family sorry your friends and family friends and family. يبقى دي friends بعد كده when did Ali open his restaurant last month. ماشي نيجي بعد كده which of her relatives صوت يا حبيبي which of her relatives to we made a big party to اللي عليه الدور celebrate. عشان القلم مش راضي يعلم مش عارف ليه to celebrate مستر. هي الأولى relatives الأولى relatives أول واحدة relatives تاني واحدة celebrate these are A books letter B Mona's books صح she was a or an A on her arm bracelet bracelet on her arm. جماعة السكرين شوت كده الكلام واضح واضح يا مستر. يا مستر طيب تمام ثانية يا حبيبي تعال بعد كده ركز معايا يبقى قلنا ديت مونس she wears a or an قلنا bracelet the knot is wearing a beautiful wedding dress يا عيال the bride the mechanics close a workshops at 10 p.m. زير يا بابا mechanics جمع يا عيال The mechanics were closed there. The knot eat the wedding cake after the bride and the groom cut it. The guests. Guests اللي هم الضيوف. بعد كده. طبعا she is my friend.
هير نيم از ايه؟ جميل. هات لي اللي بعده. ها يا ابني، my A is my father or mother's mother. اللي عليه الدور مين؟ قول يا قنديل. ها grandma. الحمار اللي عاملها دوتر يمسحها. grandma بصي، your mother's mother. اتنين ام، يعني امك وامها، يبقى جدتك انت. تمام. ما هو او ام باباك، ما هي تيتا برضه. بعد كده he has an account on social media. on social media. complete the sentence. A favorite fruit is mango. His. You have to write. ها اللي بعده. You work. Hey, father is generous. My. These are the. Yeah, اكتب ايه؟ Children's. كده؟ صح، اسم جمع ولكن ما فيهوش اس. طبعا الايميل طبعا فروم يا حبيبي، فروم يبقى صلاح 11 at gmail dot com. صاحبك اللي رايح له حلمي، حلمي من، حلمي مان at gmail dot com. مستر، صوت حضرتك بيقطع. طيب الصوت واضح يا شباب؟ الصوت واضح يا مستر، مش بيقطع. حلمي مان at gmail dot com. subject free time activities. تمام. هتيجي تكتب بقى يا بابا؟ امال هتكتب ايه يا حبيبي؟ وانا ما بعتلوش. يا ساتر يا رب. اكتب معايا يا ابني. ايوه حبيبي. هو امين مش كاتبه، بس انا عارف المفروض كله كاتب اصلا. طبعا هنا هتكتب دير واسمه ايه؟ حلمي، بس كابيتال بقى. تمام. تنزل تحت كده تكتب المقدمة. I am happy to send you this email. How are you today? I want to tell you about my free time activities. There are many that I do
alone or with my friends. I go to حبيبي اللي ما بيكتبش ده خير. I go معلش يا حبيبتي احنا ايه بنكتب هنا وفي البيت عشان الموضوع يأكد معاك. I go to the club. Twice a week. I play football in a team with my friends. I go swimming once a week. Sports make me strong and healthy. I like drawing. طبعا اعدل الاي هي عندي هنا ما ايه لازم اكتب كابيتال انا. I like drawing and painting. My favorite activity is reading. I go to the school library twice a week. I borrow books and take them home. The librarian اللي هو أمين المكتبة helps me choose good books. I think that we shouldn't waste our time in useless things. ما نضيعش وقتنا في حاجات ملهاش لازمة. What about your activities? I am waiting for your reply. خلاص شباب النور هيرجع يقطع تاني. ده ايه ده بس؟ ما كنا خلاص بقى ارتحنا و... خلاص يا شباب
ماشي يلا بس. بعد كده الجد والحفيد. جد يعني ايه؟ ها؟ جرانبا او جران فادر او جراند بيرنت. الصفحة اللي بعدها 80، بيج 80. طبعا عندي ويل نون ديت يعني معروف، تمام. ابارتمنت شقة، موتور بايك، سكينج ده التزلج، داون ستيرز الدور السفلي. اي ليف ان ا بيج طبعا ابارتمنت. ماي فريند اند اي جو سكينج. اي اولز رايد ماي موتور بايك. وي شود اونلي باي اون لاين فروم ويل نون. تعال نشوفه كده. قرينا الكلمات دي، قريتها معاكم، هتتعادل المرة الجاية لأني ما قريتهاش. Repeat after me. أيوة دي هتتسمع تاني. إيه اللي ليه يا جماعة وفيها إيه يا حبيبتي؟ وإيه برضو إيه اللي يعني إيه المشكلة يعني؟ Profile. Hanging out. Countryside. Coast. Nearby. Roof. Family life, village, way, follow, answer, intercom, website, age, alone, online, address, shopping, shopping bags, carry, fetch, rule. كندا، UK، United Kingdom، إندونيسيا، إيطالي. طيب هات نقرا بسرعة كده الإيه؟ النص ده بيقول لك الجد هلو الأول إيزابيلا. هلو ماي نيم إز إيزابيلا، أي أم فروم نابلس، من نابولي، a big city in the south of Italy. I live with my mom, dad, and brother in an apartment. My grandparents live just across the road. عايشين قرب الطريق. We have a car, but my brother usually gets around on his motorbike. يعني ايه gets around؟ يتجول. At the weekends, we like to get out of the city. نحب نطلع من المدينة. To explore لكي نستكشف the coast and islands الساحل والجزر near Naples. بعد كده Hi, I am Liam. I am from Toronto. أنا من تورنتو في كندا. I live with my mom, brother and two sisters. Oh, and our dog Bobby. سمينه بوبي. But our grandparents live on the other side of Canada. هم عايشين في الجانب الآخر من كندا. So we only see them in the school holidays. Our house is big. ماشي يا عم تنططوا بقى. Our house is big. فين ديت؟ Our house is big and has a garden. We have a car too. It's fun hanging out. يبقى احنا اننا نتسكع يعني نتمشى مع عائلتي دي حاجه كويسه. With my family. In the summer, we ride our bike. In winter, we go skiing. طبعا مع الرياضات يا شباب اللي فيها اي ان جي بنستخدم الفيرب جو. يعني اقول لك جو رانينج، جو سكينج وهكذا. هتحل لي 87 بس. 87 بس. اه
تسميع 87، الواجب 87 بس، والتسميع ليسون 3 تاني. ماشي يا شباب؟ ماشي يا مس اتفضلوا يا جميل.